صراحة يعني شيء يشايف كل عربي إن يبقى في حاجة بالشكل ده موجودة في مدينة الرياض. إحنا هنا زي ما قلت لحضرتك إحنا بنستخدم الدرونز اللي هي الطائرات بدون طيار، بيبقى متركب عليها يا إما كاميرا تصوير أو حاجة بيسموها الليدر سكانر. الليدر سكانر ده بيبقى سكانر عادي بيطلع نقط إحداثيات إكس وواي وزد لكل نقطة هو بيشوفها واللون بتاعها. الكلام ده برضه ممكن نحصل عنه عليه ان احنا بنصور بكاميرا عاديه، وبعد كده الكاميرا دي بناخد الصور اللي تطلع منها وبنعمل لها تحليل ببعض البرامج في الكمبيوتر فيجن او الايمج بروسيسنج، ومن هنا برضه بنطلع الاكس والواي والزد. المخرجات اللي بتتسلم للعميل بتبقى خرائط مساحيه و 3D موديل او يعني اللي هو نماذج ثلاثيه الابعاد. دي بتستفاد بيها المهندسين في المشاريع الإنشائية إن هم يقدروا إن هم ينفذوا المشاريع دي بدقة عالية جدا، وده جزء من العمل. في جزء تاني مثلا اللي هو الكالتشر هيرتج دوكيومنتيشن، توثيق المواقع السياحية. طبعا في مواقع كتيرة زي مثلا في العلا، في مدائن صالح، جدة التاريخية، الداعية، كل دول الأماكن دي بنحتاج إن احنا نوثقها، والشباب اللي معانا وفريق العمل باستخدام التكنولوجيا اللي احنا طورناها في معامل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية قدرنا ان احنا نقدم خدمة للمملكة. احنا دايما بنفخر ان هي التكنولوجيا ديت It is made in Saudi by Saudis،